طيور المهاجره اللي انتوا ان شاء الله هتاخدوا عنها محاضرات بشكل بسيط كده. لو انت الفتره اللي جايه من نص 8 لحد نص 11 ده فصل الخريف. احنا عندنا الهجره بتاعه الطيور فصل الخريف فصل الربيع، بس عشان نتكلم على راس محمد اكتر هو فصل الخريف. كميه طيور رهيبه جدا اللي هي الطيور المهاجره الحوامه، اللي هي طبعا اللقلق البجع، اللقلق الابيض واللقلق الاسود البجع. الفتره اللي فاتت لا 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 لا، انا الخريف اللي فات مسجل عليك والله. انا بعمل مونيتورنج اللي هو راس تمام. الايجلز طبعا العقاب، الفالكونز اللي بنقول عليها احنا الصقر، والانواع كتير جدا هتشوفها ان شاء الله. الكوركي اللي هو الكورمورن، لا الكورمورن، الكوركي اللي هو الكرين، ده كله هتاخدوه ان شاء الله بالتفصيل. بس بشكل بسيط انا يعني هحاول كده ابين لكم الوضع. البحر المتوسط، وبعد كده افريقيا. طول الحوامه المهاجره ما بتقدرش هي بتعتمد في الطريق بتاعها على السيرمال انرجي، الطاقه الحراريه اللي طالعه من الارض تمام. عشان كده لما تبص على الطيور تلاقيها عماله تلف 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 كده، ما بتعملش اكتف قوي يعني. هي بتبدا زي ما بتركب الطياره، بتدور على الهوت سبوت اللي موجود على الارض وتركب الطياره اللي هو مناسب ليها، ويبدا يرفعها لفوق وتوصل لارتفاعات عاليه جدا. وبعدين بتحدد الاتجاه بتاع الديستنيشن بتاعها، وبتعمل حاجه اسمها جرايدنج، بتضم جناحاتها كده زي الاف 16 مثلا، وبتعمل جرايدنج وبتنزل ترفع. احنا في الخريف دلوقتي داخلين على الشتاء في اوروبا، فالطيور حاليا هتبدا الهجره بتاعتها. هي اوريدي بدات تسجل حاجات قليله جدا حاليا، بتبدا الهجره بتاعتها، بتيجي مش هتعرف تعدي البحر المتوسط كله، لان طبعا البحر المتوسط ميه، فما فيش ثيرمال انرجي اللي هي الطاقه الحراريه، فهتبدا الطيور تعب يعني، هتبدا تحتاج ان هي تبقى اكتف شويه بشويه، مش هتقدر تكمل، هتقع. وفي وده بيحصل برضه هنا، بنلاقي بعض